لا العيد العام وين؟ ما في عيد العام. العام ما في عيد، السنة في عيد ما شاء الله، في المسجد متروس، المساجد العام ما في بالمساجد ناس. العيد الفات طبعا كانت الجائحة، جائحة كورونا أثرت على العالم بأسره، فنسأل الله تعالى العلي القدير أن يحفظ البلاد المسلمين عامة. يعني حاليا تقدر تعانق بالسلم وبالأحضان والأحباب، وافتكينا من الحية دي، فالحمد لله ربنا يعافينا ويعافي الأمة الإسلامية أجمعين. العيد العام إن كان كورونا وكان يعني ما في زحمة نفس الحين، الحمد لله الصلاة والصلاة العيد متروسة ما شاء الله. ما كنا نروح عند الأغارب وهذه، الحين لا أوكي يمدينا نروح نغير جو ونطلع برا. عيدكم مبارك.